أقول السلام عليكم ورحمة الله ويا مرحبا ويلكم باك وحلقة جديدة. بعرف بس اللي شاف الحلقة اللي قبلها اللي هي سويت فيها التايم لابس، سويت فيه سرعنا الفيديو شوي لأن بديت بعد من أول وجديد وما بغيت أرجعكم لنفس النقطة ونفس الحالة ونفس الشيء ونفس الدنيا ونفس ال وإلى آخره. المهم أتمنى للحين تكون سلسلة عيبتنكم وهابين فيها ومرها طيبة ومستانسين عليها. باختصر لكم شو صار، باختصر لكم بشكل مختصر بس. أول ما يتحصل ثلاث مدن نفس ما قلت لكم قبل، 1 2 3 وصلتهم باختارات سكانية. بديت في هذا القطار رقم 1، بعدين مديت القطار رقم 2 وبديت أدخل فلوس وسويت مواصلات داخلية. طولت شوي يمكن ساعة لين هذا بدأ يدخل علي فلوس، لأني أخذت قرض كامل، سددت القرض على فكرة 10 مليون. الحين ما علي قرض أصلا، الحين قاعد نمشي نحن على الفائدة اللي موجودة عندنا. وعقب سويت المزرعة، حصلت أحلى موقع مزرعة من هني لين المنطقة هاي اللي هي قريب المدينة، وبديت أنتج فيها. هالقطار للحين خسران صراحة، للحين خسران. أنا ترى المزرعة تنتج إنتاج زايد وايد، بس ما أعرف ليش لسبب من الأسباب المزرعة ما تحطي أكل هالصب. يعني أوكي أنا بوصل أكل هالمدينة، في قطار في كل شيء، بس مش قاعد أنا توصل أكل، ما في أكل، قطار في مكان، ما أعرف الصراحة السبب، بس يمكن هاي واحدة من شغلات اللي في اللعبة. فحسب شي هالخطة هاي شكلها اللينات الزيادة هني ما راح استعملها، لأن الحين هني فول أكل خلاص اقوى شيء. وحطيت مواصلات داخليه بعدين اللي هي البسط. هني حطيت نقطه واحده بس عاديه نفس كل حلقه، حطيت اقرب مكان لمحطه القطار، وبعدين حطيت نقاط باصات نفس ما انتم تعرفون الاخضر هذا، خليتهم يلفون. ونفس المدن، كل المدينة اللي بعد البحر نفس الشيء، بعيدة شوي هي، لكن بس هاي المدينة شوي غير. هاي المدينة سويت لها نقطة، مش هاي سوري 6، واتصور كانت رقم 11، ايوه رقم 11، 3 نقاط كل على نفس تقريبا وقفات البساط ما عدا اخر وحدة، لان عندي 3 قطارات داشي المدينة. انا هالمدينة باها تكبر، كان سكانها يمكن 300 يوم بديت، الحين 700. هاي المدينة اللي بركز عليها، ابغى مدينة واحدة ضخمة. ليش؟ لو نحن نتكلم في الحياة الواقعية ولا في الصدق، وعندنا مدينة الناس كيف تتحرك منها؟ تتحرك تبى وظائف. فدام ان انا اجيب الصناعات على مدينة واحدة، مفروض ان المدينة هاي تزداد في الوظائف والناس اللي تبى تجي المدينة هاي اكثر، اتصور. فبحاول اجرب المنطق هذا على المنطقة الحياة الواقعية. بس خلني اوصل للشوارع هني، لان خبصة عقب. لا شكرا اخ، جبت العيد ما له مشكلة، بس في مكان حق توسعة القطار اهم شيء. سوي لنا جسر، ليش سويت الجسر؟ اساس اوصله في المنطقة هاي. لو سمحت، لو سمحت لا تستهبل علي. هذا جسر على فكرة، هالشوارع هم مدوها مش انا، والله حليو الجسر بس زاويته مش 100%. هل التوسعة يتمين صعب، بس عندي مكان اوسع القطار، دائما كل توسعة بخليها توسعة القطار. هاي هي اللي انا افكر فيها، على اساس الناس لو بتمتد لين هني يكون عندها مجال تدخل في المجال هذا. وهني سويت جسر، ريحت راسي من البداية. الحين اللي بايبه شوي، الخطة مش سهلة وايد، بايب الخشب من هني لين هذا المكان اللي هو مصنع الخشب هذا.
تحط على الشارع، انا ماخذ مساحة الشارع لين مصنع الخشب هذا، ومصنع الخشب هذا يشل الخشب اللي قطعه، لان انا محتاج خشب اساس اسوي البلانكس اللي هو الواح الخشب، والواح الخشب اشلهن اجيبهن لمصنع الخشب هذا. هذا الاوبشن الاول اللي كنت حاطنه، وبعدين اجيب بلاستيك من اخر الدنيا اللي هو من هنا، اجيب من المزرعة هنا لين المنطقة هاي، وبعدين اكمل دربي. ليش؟ انا ممكن اسوي طرق اسهل لمدن ثانية واوصلها، بس انا شو افكر، انا افكر كله بعقف مدينة واحدة، بشوف الناتج كيف بيكون، كيف بيصير، وما مدى سهولة الموضوع يعني. بس في طرق بنو هني، انا كنت بحط محطة قطارات بس ما بخسر فلوس مالي، بمد الشارع هني شوي رده من ورا اموره تمشي، يبنون على كيفهم ترى، الواحد اذا ما لحق عليهم يبنون. فشو قلت بسوي الخطة الثانية، نبدا مش صناعة الجودز اللي هي البضائع عامة هاي، ببدا بصناعة الستيل. مثلا نحن لو ندق على الخريطة هنا، شوفوا هذا المينيو اللي على اليمين تحت، دقونه نسيه هني، نبغى نشوف الكوميرشال شو يحتاج. يحتاج اكل جود وفود وجودز، انا اوريدي عندي هاي البيوت ما يكتب لنا شيء، عندهم مع الوظائف امورهم طيبه. الجماعه هنا يحتاجون شغلات ثانيه، يعني هالمدينه يمكن اصلا ما يحتاجون صديقنا الستيل، ما يبون الستيل اصلا، الستيل يستخدم صناعه ثانيه ناحيه تولز. انزين اذا اخذت الستيل شو بسوي فيه؟ شوفوا هنا التعقيد يبدا في اللعبه، هنا الواحد يدور شو يحتاج، نحن نبغى هذا تولز، والتولز يبغى الستيل. انا ممكن اسوي كل الوصلات واوصلها لوين، للمدينة هاي مثلا، بس انا بكبر مدينة عندي هاي، انا بكبرها، مكتوب رايد والله حسبت مكتوب رياض من دين. فالحين لازم نحصل الخطة المثالية، ما في خطة مثالية، هي الواحد شو يبقى. فشو بسوي؟ قلت حاليا بجيب خشب او ستيل، ستيل وجودز. ليش؟ ان هالمكان في عندي هني بس يبغى له مزرعه وصله فيها، المزرعه موجوده، هاي يبغى له اويل او بلاستيك او بلاستيك او جرين قمح، هذا نفس الشيء. والاويل كان موجود هني عندي من ساعه، وين صار هذا الاويل؟ ها هذا، اجيب الاويل لين هني دايركت، حلو، اطلع بلاستيك هني، ما يبون بلاستيك طبعا، وين سأل لحظة او ضيعت او ويب لين هني بلاستيك، ويب الستيل من تحت نفس ما قلت لكم لين فوق. خلنا نبدأ في هاي الخطة، شو رايكم؟ انا عيبتني الصراحة، بسوي اختارات كل حتى ما بسوي سيارات، كل اختارات سيدين، مو بثلاثة مو باربعة، 240 وينك؟ اوكي 240 افضل اشوفه. ايوة بدينا سوالف في الارض، الارض وايد محفرة تعبانة، واللي هي يعني طبعا ترى بتكلفنا فلوس، مو في شي بلاش. ما في شيء بلاش، مشكلة يطلب مني اسوي عكس اتجاه ذاك، انا بسيده قد ما اقدر اختار، ما بسوي بالعكس، ويباني اسوي بالطريقة هاي. بسوي بالطريقة هاي مو مشكلة، بنحط الاختار الثاني وين؟ هني. شوفوا هذا يكون شوي سيدي اكثر من ذاك. طبعا الحين كميزانية احنا وضعنا مفروض طيب، بس بعد الصرف الزايد راح يأثر الصراحة، انا ما اقول لكم ما يأثر، راح يأثر. هاي المسافة قريبة و 127,000 too much slope.
مرفوع اكثر شيء هذا تو ماتش سلوب. هذا مصيبة ثانية ما يطيع انه يرفع لي ولا اوكي. حصلنا شارع مو بسيدة بس ما بيكون قضية يعني لانه احنا اصلا مسافة قريبة. المشكلة مش هني اللي خايف منه، اللي خايف منه يوم بالحين بوصل الديبوت شو بيقول لي. هاي تشوف شو بيقول على الديبوت، ديبوت ترى بعد قضية. بس زين ان الاقتصاد ثابت يعني مثل ما تشوفون الحين امورة طيبة، امورة طيبة شوي. طالت المسافة بس مشكلة عادي، مرات لازم تطولون المسافة عساس يضبط معاكم شي. أيوة الحين ما يسوي حركتنا ترى، تعرفون الحركة اللي مو متابع الحلقات القبلية يعرف حركة اليوتيرن. هاي حركات يوتيرن، هاي خلي قطارين يمشون على سكتين، حركة اليوتيرن. أنا حاط 3 قطارات عليها على الحركة هاي على فكرة، في المزارع هناك 3 قطارات في نفس الحركة. بس هنا مسافة قصيرة ما تصور، حتى بحط لي 3 ما اتصور. وهذا سوينا شو، هذا حق البترول. بس مشكلة بيكون في ناتج زيادة، الناتج الزيادة هو عبارة عن اللهب. لا ما بيكون مشكلة يا اخي، انا احتاج اللهب صح. انا عندي كم منتوج، انا 1 2 عندي بترول وعندي شو فيول. فيول يحتاجونه صناعات اذا ما كنت غلطان، خلنا نشوف. نعم يحتاجونه صناعات، يعني انا ممكن اصلا امد لي قطار من هني لين الفيول. وين الفيول؟ لحظة نبى نسوي بقريت حق هذا. لحظة هني الوهقة، الحين انا بلينين بس شوف التكلفة. واو 1 مليون، واو 1 مليون. نشوف حسابنا هذا، خلى عقب خلى القطار يشتغل، بتفاهم ويا عقب. خلنا حطي قطار باي ترين. نبى هذا، وين صديقنا اللي يشيل البضايع؟ هذا شو يشيل؟ نبى واحد يشيل فيول هذا التانكي. 1 2 3 4 5 اظني، ولا 5 اكثر من كفايه المفروض يكون. المفروض ما نحتاج اكثر من 5 هنا. تعال شل من هنا وعق عند صديقنا اللي بيسوي لنا بلاستيك. هاي يسوون بلاستيك من هذا اللي هو نفس البي ال اي، طابعات 3 دي برينترز يسوونهم من نفس الاسلوب هذا. الحين يبالنا نحط بلاستيك هنا، بعدنا ماينا فلسطين. نحن نبى بلاستيك وبني فلسطين موضوع ثاني بعد. بس هني الارض احسن شكلها سيدة، هني الارض شوي ها لكم عليها الصراحة، مو بكي الصراحة. هذا بنشل منه شو بلاستيك، مش بلاستيك، هي بلاستيك، بنشل البلاستيك منه. بنحط البلاستيك لوين؟ لا اوكي انا هسه خرب ترى الدنيا على فكره، ترتيبي مش اوكي ابدا، ما اعرف متى برتب شيء. انا اسوي شيء بترتيب ما اعرف، يوما ما كله لازم فوضى. هذا سيده الحين ابغى سيده يجي مره، وانا مش حاطنا سيده صح. بس اذا سويت بالطريقه هاي شوف بيلقط، اهم شيء يلقط البيض هذا صديقنا. يا الحين اقوى، دائما ادق الفصل غلط يا جماعه. اوكي الحين اقوى. هني الشارع يعني احسه مقطوع، فما بتعب وايد واني احط شو. لا لحظه خلنا نسوي لينين، بنحتاجه في المستقبل.
خلنا نسوي هذا بعد رينين. اوكي ما با يجيب العيد. حلو لان احنا هذا مش اوفر، لان في اماكن تسوي القطار تخلي القطار بطيء جدا، فنحن ما نبغى المكان اللي يخلي القطار بطيء. حركتنا حركة اليسير. إشارة حق اللي يعني هناك يوقف، ونبي نحط سكة. الحين هذا كله بيلعب في الاقتصاد، بس كيف بيتطورون هذا الحلول؟ لهذا السبب أنا قاعد أسوي المدينة واحدة. يعني لو أسوي على مثلا أقل من مدينة أسوي على أكثر من مدينة، سوري أقل من مدينة ما يستوي صح؟ عمليا صعب. سرع اللعبة شوي تينا فلوس. عمليا صعب صح؟ أقل من مدينة، كيف أقل من مدينة؟ اشرحوا لي كيف، خاطر أفهمها أنا هاي. زين ها بدأ يوصل لشيء ينتج ولا ما بدأ؟ ولا هذا رايح راد على الفاضي؟ ها ما قاعد ينتج الخايس، ها جاي سنك شو السالفة؟ لازم نطلع النار بعد؟ ما أظني. زين إذا بجرب إذا الموضوع موضوع نار ولا مش موضوع نار، الفيول سوري. فإذا الفيول محتاج إني أطلعه، شوفوا بني بالفيول مكان ما هنا مثلا، أرخص لي إني أمد شارع من إني أهدم واحد. هنا يبدأ يكون شوي على قولتهم تركي. طلع لنا ناس من هني، مش وايد لكن مش وايد، 3 نيو لاين. نخلي من هني يروح لين هني، توكل على الله. خلنا نختصر له الدرب شوي بس بدل ما يضرب خط لين. ايوه الحين اوكي. خلنا نشوف بيشلون شي عنه ولا ما بيفتكر في الموضوع هو، لان الحين الهدف هان احنا قاعد نشل منه وهذا قاعد يشل منه، بس هو مش قاعد ينتج. بخلي شوي يمكن يبدأ ينتج يريحنا من العذاب، ما اعرف، لان محتاج هذا ينتج قبل لا ابدا اصرف على اخطار جديد، ان هذا مصيبه شكله ما بينتج هنا. لازم اسوي اخطار ثانيه بعيد وايد عنه. اتصور اذا هو انتج زين، اذا ما انتج شوي مشكله لين هو يبدا. شوف اذا ما انتج بعد شوي برد بعدل الترتيب، بقرب القطار على الاغلب. ممكن اقرب القطار الحين اصلا، بس بتكون خساره فوق خساره وخساره فوق خساره. عادي بيب قطار من هالمدينه لنهايه المدينه، قطارين بس. الحين انا بهذا ينتج، لان الحين انا داش بس في خسائر فلوس من غير انتاج فعلي. محتاجين انتاج الفعلي. خلنا نوصل البلاستيك ونشوف شو يشتوي. مش البلاستيك، الستيل. شو قلنا محتاجين حق الستيل الحين؟ ولا انا ضيعت لحظة. محتاج بلاستيك وستيل. عسب انتج ماشينز. بلاستيك وستيل حق الماشين. بيبين عندي مهنة اذا بدأ. خلنا نشوف هاي ليش يبون يشلون اويل. انا ابغى اشل
شيء ثاني أحيد كان في أوبشن نغير نوع البضاعة اللي يشلونها ولا ما في ما أقدر أحدد له أبى أحدد له شو يشلوه بروحه بالضبط بدون ما يفلسف نزين هالاختار مسكين قاعد يدور على الفاضي بجرب أقرب الاختار يمكن يسوي فرق هذا هني تروح شوي لين اوقف الجيم واكسر من هني اشوف انا اتوقع من المسافة اوكي ما اكسر تحت الاختار اختار يابا لحظة 20-1 بالضبط سميك تدخن ذبحتني ما اشوف شي 600,000 يا حبيبي 600,000 لانه بتشوف وين حتى اختار ما في اختارات كهرباء نبي اختار كهرباء يا اخي بدل العثر العثرين اياها مع هذا شوف انا اتصور لانه بعيد فالافتراضية اللي حاطنها لي كلهم شو اللون الخايس اللي مو يبين سؤال اوكي شل هالنقطة هاي شل هالنقطة هاي بما ان الاختار اصلا رايح في الدرب خلينا نحط النقطة هاي افتح المجال خلاص انتم مبك بعد خسرت عليكم ترايح خسرت عليكم تراد خلنا نعدل الارض شكلها قبيح خسر عليك بعد من وراك صيانة على الاقل يكون مرن شوي حطين يلا 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 نفس ماينكرافت اخر شيء نطلع لازم نرتب كل شيء والله مش مرتب بس الصراحة يعني بطني عورني على الفلوس بصراحة فلوس هاي فلوس ضايعة فلوس مزين ها ما بدي انتج ترى بدي يرفع لي ضغطي انا وقت انتج يا اخي حاط شي غلط على الخطار هذا الاختار انا اسدق ادور عليه الصبح ايه هذا اللي المفروض اشيله ما في غيره شوفوا تصبغ انا بعد لون ثاني لحظة ديتيلز إذا هذا ما بدأ ينتج قريبا أنا متوهق أعطيكم إياها رسميا تخسر فلوس على الفاضي زين هذا يشيل فلير يشيل فيول ها زين إذا بحدد له ما في تحديد عليها ما في تحديد 100% أنا شو أبغى مثلا عندي موضوع انا موضوع جامد يعني موضوع فيه خسائر فلوس احاول احرك الصناعة صناعة زين اذا الباص نفسه ولا يا قطر روح البيت
عندي البيت بتشوف في شيء يشيل الفلير. فلير ليش انا تم اقول فلير؟ سؤال فيول بترول. نبى بترول. يلا روح فكني ساعتين تصير بير. هاي شوفوا نفس التانكي، نفس التانكي يا اخي، نفس التانكي. شل الفيول وشل كل شيء. اوكي. لحظة. انا جاي بالعيد. يوه نسيت موضوع الكرود اويل. والشباب يباله بترول. انا بنتج منتجات بترولية ما غير بترول. يا ربي جاي بالعيد الحين محتاج بترول. انا ناسي موضوع البترول تماما. صاحب عليه. وين البترول؟ ما في بترول قريب. البترول قريب بتوهق. انا كيف نسيت موضوع ان اجيب لهم بترول؟ سؤال. البترول مش موجود الا اخر الدنيا ترى. ولا هذا لحظة، هذا هني. خلينا نجرب. خلينا نشوف وين نافيجيت بالووترز. ها كلش تبي نافيجيت بال. بتقول لي منو سوى الجسر؟ منو سمح لكم تسوون جسر يخرب الماء؟ سؤال. لحظة خلنا نوقف اللعبة عشان يزعلوا علينا. يقولوا مو عنا درب ترى، يشتكون على طول. ما في ماي. خلوا ما تبون الشارع. خلنا نرفع الجسر يا حبيبي عليك. اوكي هالجسر احس انه معوق بس مو مشكلة. سويه نزل على راحته. خلنا نكسر هذا. سوي لنا جسر. هذا مو بأحسن جسر في العالم بس نبى نوصل مناطق هاي. نبى نحطي، اظن اذا حطيت هذا بيكون اوكي. الحين خلنا نشوف الحين سفينة. ايوه مية. بس مش هاي اللي ابغاها. انا ابغى سفينة الطريقة هاي. شارع سيدة ما ظن بيوصل، مستحيل. هو تقريبا بس بحط سيارتين بينهم. مو مشكلة لان هذا يروح يرد امور طيبة. ونبى الديبوت بعد مالهم. ديبوت صغير ولا كبير؟ اوكي ينحط، ما في مشاكل. هذا مش قضية. ونبأ الصوب الثاني عند صديقنا هذا نفس الشيء، ما بيوصل بعيد. بس لحظة هنجرب شيء. اقدر اسوي مينا غصب؟ لا طبعا مورم. طبعا ما تقدر. ليش افكر في شيء نفس هذا اصلا؟
زين بنحط مينا هنا عيل. بين مينا زين ترى هاي نافيجيت والوتر ترى انت تقول لي حط لي اخضر هني تقول لي ما يستوي. اوكي الشارع كامل. اوكي ندري عيون البترول كل العيون البترول بس يا الله هالمسافة مسافة محترمة ترى. باي هذا شي شد هذا ويا بس تتوقعون هذا يمشي هني شكلها سفينة عودة الصراحة بس الويا لغير سفينة. واحد اثنين ثلاثة اربع اربع انزين يو لاين شكله بي بالعيد صبر يعني اني بالعيد يعني بلا صح يعني هني اخضر اظن بيتصافقون هايل. خلينا نمشي الخريطة ما عليه مسافة والله مسافة مسافة لكن انا وهكت نفسي في شو البترول يعني انا ولا عوزت عمري الصراحة مش هم لعوزوني لا انا لعوزت عمري بس زين لان هذا بيوفر وظائف هنا شوي ففي ناس بتتحرك من هالمدينة بعد اي شيء اي صناعة نسويها في اي مدينة مش مشكلة لانه راح توفر في النهاية وظائف توفر شسمه توفر عالم ناس بتروح تبى ترجع تبى تسوي بس كل ما تكثر الخطوط كل ما الادارة تصعب يعني لازم نسوي بس حلقة يمكن ادارة الخطوط يمكن بس فقط ان شاء الله ما يوقفهم شيء في الدرب ان شاء الله. انا اغير لون لان هذا اللون ما تبين على الخريطة. يا الله يا الله متى بتوصل خلنا نشوف ان شاء الله الخطة تنجح وهذا ينتج اسرع المفروض انه ينتج اتصور المفروض اذا ما انتج معنا راح نهدم الخط هذا كامل نسوي خط قطار مرة ثانية نرجع لايام الخطار. لا السفن بتطول صراحة بس كم يشلون اذا يطولون يشلون 60 اه لا اوكي يشلون كمية الصراحة كمية كمية بس درب. خلنا نشوف مصدر بترول ثاني كم مصدر ثاني اللي حصلته هني وعندك هني هني اروم اقص المنطقة بشو بختار خلى بشوف السفن اذا تشتغل ولا لا وهني بقصها بختار مرة دايركت من هني لين هناك ويخسر خسارة الروح وان خسرنا يلا برجع الطريقة ما بنحاول نكسب مرة ثانية طبعا مش واحد ها كل العيون البترول يلا سير صح هي سير صح الحين اقطر يعني نحن ليش احط بالطريقة هاي لو شو مسافة طويلة واذا حطيت خط طويل بيتفلسف وبيضرب علي فلوس الخايسة دريبة دريبة بيضرب فلوس سيدي خلك الرجال المحترم صنع فحم هني سيدة اوكي لا دربي زين الحين خلنا نزيد الانحناء كبير على اساس ما يخف الخطر
انا احس اني طولت الدرب وايد ترى. بس مش مشكلة، متهون لعيون البترول. هاي البترول ما اظني بخلصها كلها في الحلقة هاي، بسوي حلقة ثانية بس لعيون البترول حلقتين. نبغى تشوف الموية بس عشان ما اخرب الممشى. اوكي ما بخربه. لا اوكي مخربه، لان لازم نسوي نحط قطار ثاني، ف ما بيكون القطار هذا جاي بالعيد. انحناء بسيط ونحط البترول. الحين هذا مسوي لي زحمة. اوكي اذا لقط زين بكون محظوظ. نحط هذا هني وسيدين سنتر على ضيقنا الشارع هذا. لا 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 تقول لي سلوب ما سلوب دخيلك ما فيه، انت مشروع غالي اصلا، مشروع رخيص. اخ حطيته مكان غلط، خلنا نشوف الصوب الثاني. بالعكس لازم احطيه في اليسار مش في اليمين. واي بتلعيد ما له، بس اوكي لان هذا بيكون اساس منو. انا حطيه نفس الشيء. لحظة اوكي بس المسمى مضبوط رقم واحد. بس هذه مسافة، هاي تتكلم عن مسافة. الحين نتكلم الحين عن مسافة، مسافة محترمة يعني مش مسافة عادية. مسافة طيبة هاي الصراحة. فما اعرف شو حجم القطار اللي راح استعمله، ما اعرف. ليش construction not possible؟ لازم اقساط مرة نسوي ضربة واحدة. بس تكلموا عن درب طويل، هذا درب طويل. ها ها درب طويل، درب فعلا طويل الخاطر. اظني حتى لو سويت خط زيادة بضم الخطوط، بخلي كل خطار على خط اتصور. بس حق الحين اوكي خلنا نسوي حركة اليوتيوب. صب ما اعرف شو فايدة من يوتيرن. وين بدك يوتيرن؟ هذا لاخر الدنيا الله يهداه. وين قطار انت اللي جاي وقف؟ اوكي هذا كله حق البترول ترى، ولا واحد من يعني ولا من منشآت البترول انتج اي شيء ترى. يعني هذا ما انتج، يعني ما قاعد ينتج على منو، على هاي المفروض انه ينتج عليها. مع فكرة المفروض ما يكون عنده مشاكل. فاذا كانوا مشروع فاشل بمسحهم عن بكرة تبيهم، صدقوني مسحهم وافتك منهم بدل خسائر. احنا قبل بدينا في خسائر، كنا في ربحية صرنا في خسائر. ما يصير. خلنا نحط لنا حطينا شارع زين
المفروض احط صوب الثاني صراحة، بس مو مشكلة. شو سيختار واحد اصلا؟ هنشوف هذا قو شكله قو كم يدعس؟ 60. نبغى شي 60 هن، دورهم دواره بالستين الحين. هذا كم سرعته؟ 80. حلو، حتى لو سويته بقريت حق اختار عقب ما فيها تروح وترد. انت بالك كمية زيد شوي بعدها، مو مشكلة. نيو لاين، تعال صك لين اخر الدنيا وارجع من الخط. ابو احمر شيء يبين، وادور على الخط ما حصله. شوف هذا مفروض ينتج، اذا ما انتجت انت بعد تزعلني لانه ما يبغى له شيء. لاين نيوز يس، ها حط اللاين نيوز استعمله. هذا معناه ممكن استكشف المشكلة هني، لان اللاين نيوز اظن هني بيكون نو. يب نزلوا. هذا بالنسبة للجزء الأول لموضوع البترول والبلاستيك والإنتاج والمنتجات، ونشوف الجزء الثاني إن شاء الله في الحلقة الجاية، لأن مو بالحلقة تطول أكثر من هذا، وبنتابع مع بعض إن شاء الله التطورات، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. ونعجبكم لايك سبسكرايب شير الفيديو، ادعموا السلسلة هذه إن شاء الله، ويجيكم المزيد.